نادراً ما تسبب الحشرات مشاعر إيجابية لأي شخص، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنحل الذي قرر التشبث بسيارة أو كجيش نمل بنى جسراً من أجساده. هذه هي البداية فقط، هذه هي الطبيعة البرية. في هذه الحلقة سنرى أكثر لحظات الحشرات والعناكب المخيفة التي التقطتها الكاميرات. هيا بنا. غزو المنازل. إذا كنت تعتقد أنه في أستراليا يجب أن لا تخرج ببساطة إلى الغابة البرية ولا تعبث بمخلوقات حية مختلفة، فأنت مخطئ. بعض الأحيان يمكن للمخلوقات الزحف إلى منزلك دون إذنك، وما تشهده ليس حالة منعزلة. في سيدني أجبرت الأمطار والرطوبة العالية العناكب على البحث عن مأوى في منازل السكان المحليين. هل تريد حقيقة أخرى؟ لم تكن العناكب تتسكع في المنازل فقط، بل وضعت بيوضها أيضاً. كل ذلك بسبب الطقس، لأنها إذا فعلت ذلك أثناء الجفاف سيكون هناك خطر على الصغار. جسر النمل. مستعمرات النمل شيء رائع. تتشارك جميع أنواع المسؤوليات، من إنشاء سلاسل لنقل الطعام إلى بناء ورعاية الصغار. يبدو أنها لا يوجد ما تفعله لمفاجأة الناس بعد الآن، لكن لا، مؤخراً بدأ الناس يلاحظون أنها تشكل جسوراً حية لإنقاذ متجانساتها من المواقف الصعبة، أو تغزو ممتلكات الحشرات. ولكن كيف تفعل ذلك؟ حسناً، اتضح أن هناك خوارزمية خاصة ترى النملة التي تسير في المقدمة نهاية المسار أمامها وتتجمد. يستمر النمل خلفها في الجري على طول ظهرها. ما دامت النملة تشعر بأن متجانساتها تسير على ظهرها فإنها تبقى ساكنة. تنطبق هذه القاعدة على جميع النمل، فعندما تأتي نملة أخرى فوقها فإنها تتجمد في مكانها بنفس الطريقة أيضاً عندما ترى الهوية. وهكذا فإن المستعمرة بأكملها تدهس ظهور بعضها وتشكل جسراً طويل. رجل النحل. أشعر أنني وجدت شخصية فريدة، رجل النحل. أود أن أصنع فيلماً خارقاً عن هذا الرجل. بجدية إنه رائع. بمساعدة لغة الجسد والإيماءات سمح هذا الرجل للنحل بالوقوف فوقه والاستقرار بسلام على جسده الكامل. كان هناك الآلاف من الحشرات عليه ولم تفكر حتى في لدغه. كانت جميعها مرتاحة، وكان الرجل لها كملكة النحل التي تحتاج لحراسة. تخيل أن تقابل هذا الشخص في الشارع، هل ستأتي لالتقاط صورة معه؟ أو على الأقل تقول مرحباً؟ تحذير، أنت الآن على وشك رؤية الكثير من النحل، عدد كبير جداً جداً جداً. شكلت هذه الحشرات مجموعة كبيرة في الشجرة بجوار مصور الفيديو التالي. اعتقدت أنه سوف يصورها فقط، لكن اتضح أن ذلك لم يكن كافياً. لقد بدأ في تدمير منزلها عن طريق أخذ بعض متجانساتها إلى الأرض، ثم هز الغصن وإسقاط كل حشرة منها. كيف فعل ذلك؟ إذا أزعجت نحلة واحدة بالخطأ فإنها تطير ورائي فوراً ولا تمنحني أي سلام. هذا الرجل يؤذي آلاف النحل وهي لا تهتم. يبدو الأمر كما لو أنها لم تلاحظه. لقد استولت على السيارة. على ما يبدو تصرف الرجل في الفيديو السابق لإخراج النحل من المنطقة، وفي نفس الوقت أخذ بعضاً منها إلى مجموعته. خلاف ذلك يمكن أن تتشبث الحشرات بسيارته، وسيكون من الصعب للغاية إزالتها. لسوء الحظ واجه الرجل في الفيديو التالي مشكلة مماثلة. انظر إلى هذا المشهد. خرج من المتجر حيث كان هناك لفترة قصيرة، ولاحظ أن الجزء الخلفي من سيارته كان مغطى بالكامل بالنحل. من غير الواضح كم كان عدد النحلات، وكذلك لما كانت عالقة هناك في المقام الأول. لكن لدينا ما لدينا. تسلح الرجل بكل ما هو ضروري وبدأ في التقاطها بعناية. أتساءل كيف لم يكن خائفاً، ثم بعد ذلك ركب السيارة وانطلق بعيداً على أمل أن مئات الحشرات التي بقيت ستسقط على الطريق أثناء سيره. ما هذا؟ بعد ذلك لدينا مخلوق ضخم مخيف ومزعج يسمى الحريش الأفريقي العملاق. بالمناسبة الاسم البديل هو شونغولولو. برغم أن هذا المخلوق لا يبدو كذلك، إلا أنه غير ضار ولا يظهر أي عدوان ضد البشر. إنه يتعامل مع الأسر جيداً وسرعان ما يصبح سهل الانقياد ويسمح بإمساكه. أمامنا ممثلة عن الدودة الألفية الأفريقية التي تتميز بأسلوب حياتها الليلي. في النهار إذا كنا نتحدث عنها في البرية فهي تستريح في مخابئها مخفية بأمان عن الحرارة والأشعة الشمسية. تخرج بحثاً عن الطعام في الغسق وتتغذى على مهل حتى الفجر.
نظرها ضعيف، لذلك عليها الاعتماد على حاسة اللمس والشم. تعلم ما حولها عن طريق اللمس باستخدام القرون والأرجل. تتمكن من العثور على شريك للتكاثر وتبادل المعلومات من خلال الروائح والفيرمونات. هل تجرؤ على حمل هذه الدودة في يدك أو لا؟ أخبرني في التعليقات. وكيف تحب هذه الدودة؟ بعد الفيديو السابق اعتقدت أنني لن أواجه أي شيء مزعج أو قريب منه مثل هذا، لكن من الواضح أن هذا المخلوق أكثر شراً، أكبر بكثير، وكذلك تظهر أرجلها التي تبدو غريبة للغاية. هل أنا الوحيد الذي يشعر ببعض القلق بمشاهدة هذا؟ يبدو أنها على وشك أن تعض يده أو تقفز على الكاميرا. عذراً، حسناً، لننتقل فوراً. ما هي وجبات الإفطار الكلاسيكية؟ هذا صحيح، أي شيء به بيض، المسلوق والمخفوق وما إلى ذلك. لا يوجد شيء جديد يمكن ابتكاره بغض النظر عن طريقة تقديمه، لكن طهاط إحدى جامعات الصين لديهم رأي مختلف. قرروا إضافة النمل إلى البيض ومعرفة ما سيحدث، ستندهش، لكن الطلاب أحبوا هذا الابتكار وطلبوا المزيد. إما أن الصينيين غريبون قليلاً أو لا أدري. أخبرني في التعليقات، أتتذوق مثل هذا الإفطار؟ العراق. إذا صادفت مثل هذه العناكب في مكان ما في المنزل فإنك تحاول ألا تلمسها، كما أنها تتصرف بهدوء شديد. تذهب لعملها ثم تختفي في مكان ما. هنا كان كل شيء مختلفاً بعض الشيء. واجهت العناكب بعضها وقررت اختبار قدراتها القتالية. اندلعت معركة خطيرة، ولكن في أقل من دقيقة قرر الذي كان في الأسفل التراجع، وعلى الأرجح كانت معركة من أجل الأرض. والآن يقف مصور الفيديو هناك يصوره ويفكر، حسناً، لطيف، لقد استولى أحد العناكب على سقف منزلي، الآن هي أرض العنكبوت، رائع جداً. القصة التالية التي حدثت للفتاة في الفيديو التالي مخيفة حقاً. كانت تستريح على شرفتها ولا تفعل شيئاً مميزاً عندما أزعجها شيء ما أو شخص ما. استيقظت لترى ما حدث، لكن لم يكن هناك أحد. شعرت بنوع من الألم في أذنها ثم في رأسها بشكل عام. ذهبت للمشفى حيث اتضح أن لديها عنكبوتاً في أذنها، ليس الأكبر ولكنه ما زال. بدأ الأطباء فوراً بمساعدتها وسكبوا محلولاً خاصاً في أذنها وجذبوا هذا المخلوق. على أي حال، كل شيء على ما يرام، نجت الفتاة والعنكبوت كذلك، الجميع سعداء. لماذا لا يتم تشغيل الموسيقى؟ تأخذ سماعات الرأس وتضعها وتدرك أن هناك شيئاً ما خطأً. الموسيقى لا تعمل، إنها غير مريحة. تقرر أن ترى ما يحدث وتنظر إلى الداخل وعفواً، مفاجأة، اتضح أن هناك السيد عنكبوت مختبئ طوال الوقت. من حسن حظ الرجل أنه لم يعض أذنه. بيت العناكب. تتذكر في البداية عرضت عليك مثالاً من أستراليا عندما هربت العناكب من المطر ودخلت المنازل، أتذكر؟ حسناً، حدث شيء مشابه في لندن، فقط العناكب لم تفعل ذلك لمواجهة اليوم. تسللت للمنزل وزحفت للطابق السفلي ونسجت شبكة صغيرة، ثم وضعت بيوضها عليها وشرعت في أعمالها. بينما لم تكن هناك عناكب بالغة وجدها الناس، وليس من الواضح ما إذا فعلوا شيئاً حيال ذلك أم لا. نظراً لوجود أعمال بناء حيث تم التقاط الفيديو، يمكن أن الشبكة قد تمزقت. يجب أن يضع كل شيء في فمه. عادة عندما يرى الناس العديد من الحشرات فإنهم يشعرون بالحساسية تجاه لمسها، لكن هذا الرجل عكس هذا السلوك بشكل مباشر. قرر أن يظهر للعالم أنه ليس فقط لا يخاف من لمس العناكب، بل لا يمانع من وضعها بفمه، حيث يكون لسانه مفتوحاً أو بالأحرى مكشوفاً. أي لدغة ستكون مؤلمة وغير سارة بجنون، لكن هذا لم يخف الرجل. وضع ثلاثة عناكب في فمه. إن ظننت أن هذه النهاية فأنت مخطئ. بالإضافة لتلك العناكب الصغيرة وضع أيضاً دودة وعنكبوتاً كبير. هذا كل شيء. أخبرني في التعليقات عن اللحظة التي وجدتها أكثر رعباً. شكراً للمشاهدة، أراكم لاحقاً.